مرحبا برج العقرب. عندك يا برج العقرب Princess of Wands هو أول ما شدني في قراءتك. الغصن الصغير، عندك طاقة نارية، طاقة نارية جدا موجودة وبكثرة في القراءة، فاحتمال أنك تتعامل مع الحمل، الأسد، القوس، أو شخص موجود عنده عنصر النار في الشارت ماله. عندك Princess of Wands، أنت حاليا جدا متواصل مع مشاعرك، جدا ذكي عاطفيا أشوفك، أنت عارف بالضبط طاقة هذا الشخص هي الطاقة النارية، أنت عارف وفاهم طاقة هذا الشخص بالضبط، أنت وصلت لمرحلة تعرف أنه كيف سيتصرف في جميع الظروف، وإما صرت تعرف تأثير الآخرين عليه، صرت تعرف نفسك وتعرف هذا الشخص والديناميكية بينكم لدرجة أنك جدا واعي لحتى تعرف ما ستكون خطوته القادمة، صرت جدا تعرفه. ولكن بسبب معرفتك العميقة لهذا الشخص صرت تحاول أن تستخدم الوضع، وهذا أيضا من الذكاء العاطفي. أنت وصلت حاليا لمرحلة جدا جيدة في ذكائك العاطفي، أنت تعرف هذا الشخص، واحتمال أنه أقل نضجا منك وأقل ذكاء منك، أنت قاعد تحاول تخبي عنه أو تداري عنه شيء مهم ما يعرفه. ممكن يكون أمور بخصوص الأموال، استقرارك المالي، دخلك، وظيفتك، ما يملكون الأهل، هاي الأمور. وممكن يكون أيضا بخصوص مشاعرك، أنت حاليا تحاول تعطي الشريك أو الحبيب الواجهة الصامتة، الواجهة اللي قاعد لا احنا نسميه البوكر فيس، لعبة البوكر او الورق. دائما من المهم ان ما تظهر عليك اي تعابير وجه عشان المنافسين في اللعبة لا يعرفون انت ماذا تخبي من اوراق. عندك الكثير من الاوراق تستطيع ان تستخدمها في العلاقة، تملك، وفي الكثير من الأساليب. دائما برج العقرب جدا ذكي عاطفيا، في الكثير من الأساليب اللي بجعبتك، حيل بجعبتك، تستطيع أن تنجح بها الموقف وتخلي الكفة تصير إلى صالحك مش عليك. ولكن من المهم أن تحافظ على تعابير وجه البوكر، ألا تعطي للآخرين حتى تلميح عن وضعك الحقيقي. وضعك الحقيقي أشوفه ست الخماسيات، وضعك مستقر، احتمال أن سيأتيك مال في المستقبل، أو أنك تنتظر أموال، أو أنك ستؤدي ديون في المستقبل. أرى أنك راح تعيش في رخاء مالي أكثر من الحالي، احتمال حتى تفوز بجائزة أو تأتيك هدية من أحد الأهل تزيد عليك الرخاء المادي اللي أنت أصلا عايش فيه حاليا مع هذا الشخص. من المهم جدا مو فقط أنه لا يعرف مشاعرك، ولكن حتى خطوتك القادمة لا يعرف مثلا بخصوص هاي الوضع. شنو اللي يعني لك ست الخماسيات؟ هل أنت حاليا مرتاح ماديا؟ هل أنت حاليا قاعد تنجح في مهنة، في حرفة؟ هل أنت قاعد تأتيك أموال؟ شنو يعني لك هذا الشيء؟ ما هو الرخاء المادي اللي حاليا أو في المستقبل أنت راح تشهد في حياتك؟ من المهم أن تحافظ على الواجهة الصامتة بدون تعابير. يعني إذا أنت سعيد لكن وجهك صامت، لا تظهر عليه البسمة، مو معناتها أن لا تبتسم. النعمة المفروض ما تبين عليك. لماذا قاعدة أقول لك هذا الشيء؟ لأن عندك شخص أنت عارف جدا طاقة هذا الشخص موجودة عندك، طاقته غير ناضجة، عنده الغصن الصغير. هذا الشخص صعب بالنسبة له الشريك، أتكلم عن الشريك، صعب بالنسبة له أن يسيطر على شغفه. فأنت قاعد كأنما تحافظ على استقرارك الشخصي عشان لا يأثر عليه الشريك. ممكن لأن أشوف هذا الجانب، هذا الشخص من النوع اللي جدا رغباته تسيطر عليه، صعب بالنسبة له أن يتحكم في ذاته. عنده 10 الأكواب، بالعادة 10 الأكواب تعني السعادة، ولكن في هاي القراءة بالذات تعني لي كثرة الماء، معناته أن الوضع مسي أو
بالعربي شنو مسي؟ مكركب. هذا الشخص عاطفيا مكركب، عاطفيا غير مستقر، يعني احتمال يوم يأتي يريد أن مثلا يصبح مدرس مرة ثانية، يوم يأتي يريد أن يتاجر في الشغلة الفلانية، يوم الثالث تراه أنه مكتئب، اليوم الرابع معصب. هذا الشخص مثل ما يقولون عاطفيا مكركب غير مستقر، يفتقد الاستقرار. كرت الاستقرار موجود عنده. أربع الأغصان أيضا طاقة نارية، ولكن أي كرت بالراحة ممكن يكون معكوس، وأرى أنه معكوس عند هذا الشخص لأنه ما عنده سيطرة على مشاعره، جدا حساس، جدا سهل أن الناس يتلعبون فيه، يخلونه يأخذون منه ما يريدون، لأنه إنسان طيب وحساس. بنفس الوقت إنسان ليس لديه السيطرة على مشاعره وعلى توجهاته وعلى أساسياته في الحياة، هو حاليا قاعد يعاني. فأنت من الذكاء أنت قاعد تحافظ على نفسك هنا، مو شرط لأنه هو شريك، لأنه هو حبيب المفروض أنا أعاني معه مثل ما هو يعاني. ترى اللي قاعد تسويه جدا من الذكاء واتفق معك فيه، مش شرط أنه لأنكم شركاء لأنكم تحبون بعض من العدل أن يسحبك معه إلى المعاناة، خصوصا أن وضعه هو الخاطئ، وضعك أنت الصحيح. حتى وإن كان هو صاحب مهنة ولديه مال، هو مكركب في النهاية، من النوع أشوفه من النوع اللي الناس يدخلون حياته يستغلونه، يأخذون ما لديه من أموال ويرجع في هاي الدوامة، دوامة اللي الناس يدخلون حياته يكونون معه صداقات، يكونون معه علاقات، يأخذون ما يريدون ويسحبون عليه. فأنت قاعد نسميه self preservance، أنت قاعد تحافظ على نفسك ذاتيا، حتى وإن كان الحب موجود كأنك قاعد تحاول تسيطر عليه من أن يعني يكبر أو يوصل إلى مرحلة جدا كبيرة، بحيث أن هذا الشخص بعدين في النهاية لابد أنه سيسحبك إلى جانبه المكركب. عشرة الأكواب. الماء بالعادة جدا صعب أنك تسيطر عليه، يعني لما ينكب خلاص. احتمال أن هذا الشخص مو فقط يمر بهاي النمط من العلاقات اللي الأشخاص يدخلون حياته ويكركبونها له وهو يسمح لهم، هو تعود خلاص. عندك الشريك وصل إلى مرحلة من التعود أنه ما في حدود بينه وبين الآخرين. مثلا مع الأهل، دائما يسمح للأهل أن يتدخلون في علاقته معك، دائما يسمح للأهل أن يتدخلون في تربيته للأبناء، دائما ما في حدود، ما يضع حدود. كرت الحدود عنده مفقود. أنا أرى أن هذا الكرت مقلوب عنده. كرت أربعة الأغصان معناته الأساس الثابت للحياة الزوجية، الحدود. هذا بيتنا، هذا زواجنا، وهذا بيت الجيران، ما عنده هاي الموضوع. وحتى لما يدخل حياة الآخرين حتى وإن كانوا غرباء، دائما يفقد السيطرة على نفسه، دائما هو ينتهي به الأمر خسران ومخذول، لأنه خلاص قلت لك تعود، دخل من عادته أن التدخل في حياة الآخرين جدا طبيعي، عودوه هاي الأشخاص على هذا الشيء. فصار حتى هو عندما يدخل إلى منزل جديد، علاقة جديدة، تعرف على أصدقائك، على الجيران، ما يستطيع أن يحافظ على حدود مهمة في العلاقة. يتدخل أيضا، صار هو اللي يتدخل في حياة الآخرين، ولكن هاي الأمور جدا كلفتها الكثير. سبع الخماسيات، مرحلة فقدان الاستقرار، فقدان الاستقرار في المنزل. هذا الشخص مخذول حاليا بسبب أفعاله الخاصة، بسبب هو عارف قاعد وسط كل هاي الأكواب، وعارف أنه هو أوصل نفسه إلى هاي المستوى. فالآن كأنما يعني هو قاعد يمثل أنه هو مخذول وزعلان ويلوم الناس، ولكن كأنما ينتظرك أنت تأتيك الأموال أو يأتيك النجاح وأنت اللي تكون خلاصة في هاي الموضوع. ولكن النصيحة لك، بما أن كرت العالمة موجود، أنك في هاي الناحية أفضل درس تعطيه الحبيب أن تعلمه أن يتعب على نفسه من أجل نفسه. لا تستطيع أن تقوم بالأمر من أجله، مجرد أن تأخذ الدروس والأموال والنصائح تعطيها له،
هذا لن ينفع معه. هذا الشخص عليك لديك الغصن، عليك أن تريه الطريقة العملية. عندما أنت تحافظ على استقرارك ولا تسمح له أن يعني ينشر طاقته المكركبة إلى حياتك الخاصة، أنت هني قاعد تعطي درس، أنت هني قاعد تغير فيه. الماء أيضا طاقة التغيير، فهذه هي النصيحة لك. الدرس إذا كان محتاج هذا الشخص، إذا كان محتاج للتغيير، دائما علمه بالقدوة، أنت تكون له القدوة بدل أن تدخل في حياته وتساعده وتعطيه وتنصحه وتحارب من أجله. هاي صراحة الطاقة اللي عندك. الطرف الثالث عندك كرت الإمبراطور، عندك كرت ثلاثة الأكواب، أيضا كرت أكواب كأنما هو عامل تشجيعي للشريك، والخماسيين. بغض النظر من يكون هذا الشخص في حياة شريكك، ممكن يكون أخ، أخت، أم، أب، شريك سابق، أبناء من زواج سابق، بغض النظر من هو هذا الشخص بالنسبة لكم، هذا الشخص لديه صلاحية في حياة الشريك. للأسف الطرف الثالث لديه صلاحية، كأنما يعني من نفس الدم أو شيء كذا، لديه صلاحية أن يدخل حياة الشريك وتأثيره جدا سلبي عليه. شلون تأثيره سلبي؟ هذا الشخص يشجع الجوانب اللي دائما كانت تسبب الخسارة لشريكك، يشجعه على ثلاثة الأكواب، على الشيء من تخلص من برج العقرب ستكون أسعد، لا تهتم لما يقوله برج العقرب، لا تطع أو تسمع نصيحة برج العقرب حتى وإن كانت نصيحته مهمة، لا تطع النصيحة. دائما أيضا يخبره أن لديه فرص أخرى مع أشخاص ثانيين، واحتمال أن هاي كان سبب الخذلان لشريكك، اكتشف أن ليس لديه فرصة أفضل مع أشخاص ثانيين بالطريقة المؤلمة. ممكن هاي أيضا سبب تباعد حاليا بينك وبينه، لأنك عرفت أنه هو ذهب وراء الفرص الأخرى. في ثلاثة أكواب عندك، كأنه قاعد يريها هذا الإمبراطور. ممكن أيضا تكون تتعامل مع برج الحمل، ري هذا الإمبراطور أو برج الناري، أنا دائما أنت عندك فرص أفضل مع أشخاص أفضل، طلقة، انفصل عنه، اتركه، لا تكون معه. دائما هاي دائما يكون مثل اللي نصيحته ونصيحة الشيطان واحد. هذا الشخص تأثيره ونصائحه جدا فاشلة، دائما يقول العشب أكثر خضارة في الجانب الآخر. فهاي الشخص احتمال شريكك أخذ نفسه، أخذ حقائبه، ذهب إلى الجانب الآخر اللي هاي الشخص قال له أن العشب فيه أخضر وأفضل، واكتشف أنه لا. فهو حاليا احتمال أنه مستحي أو خجلان أنه يرجع ويعتذر أو يعترف حتى بغلطته. احتمال أنه يريك بأفعال أنه هو ندمان، ولكن جدا هذا إنسان طيب جدا، ولكن يفتقر إلى الذكاء العاطفي الاجتماعي، أنا مش عارف يضع حد لهذا الشخص. أيضا هذا الشخص ينصحه Two of Pentacles، الخماسيين. دائما نصائح الطرف الثالث تضع الشريك بين نارين، ولكن ليس بطريقة إيجابية. دائما في النهاية الشريك يضطر أن يختار، واختياره يكون غير صائب. دائما يكركب الاثنين، معناته أن أنت قاعد تحاول تجمع بين شيئين، ولكن في هاي الموضوع في النهاية الثمن يدفعه الشريك. هذا كأنما هذا الشخص الحين وصلتني الفكرة، هذا الشخص يكرهك، لديه مشكلة شخصية معك، لن تنحل بالكلام، لن تنحل بالأفعال، لن تنحل بالطيبة. هذا الشخص خلاص متمرس جدا في كرهك. أنت عندك كرت الإمبراطور، وصل إلى مرحلة النضج، يعني مرحلة لن يتراجع فيها عن رأيه فيك، فلا تتعب نفسك. ولكن شنو اللي قاعد يسويه حاليا؟ قاعد يتلاعب
الشريك، لأن أنت احتمال لست مقرب منه أو استطعت أن تكشفه أسرع لأن أنت برج العقرب الأذكى عاطفيا، انتهيت من الأمور أسرع، ولكن قاعد يضرب تحت الحزام، قاعد يتوجه نحو الشريك، احتمال يكون من أهل الشريك، قاعد يستخدمه ضدك، لأنه يعرف أن مهما كان عندك وجه البوكر، ولكن يعرف أن في النهاية لديك مشاعر، لديك حب، لديك أيضا رخاء، لديك ذكاء. فشنو قاعد يحاول يسوي؟ يخسر هذا الشخص ومن ثم يرسله إليك. مرحلتين، عنده استراتيجيتين. المرحلة الأولى يخلي هذا الشخص يخسر، يفشل، ينخذل. عندما يخسر هذا الشخص، هذا ينصحه، صح؟ يقول له افعل كذا كذا، تطلق منه، يحفزه، كأنما يعطيه الطعم، أن هذا الشخص ذكي، يحفزه. هذا الشخص يأخذ الطعم، الشريك يأخذ الطعم فيخسر، يكتشف أن فعلا ليست لديه فرصة أفضل من برج العقرب، أو يخسر حتى في استثمارات ينصحه بها هذا الشخص، هذا الشخص احتمال يستغله. عندما يخسر لا تنتهي مهمة هذا الشخص، عنده مرحلة أيضا ثانية، رسالة إليك مرة أخرى ليرجع إليك، عشان يحاول بأي طريقة أن هاي الطاقة المكركبة، التشويش اللي خلقه هنا، يريده أن يصل إليك، لأن أنت الهدف النهائي له، لأنه هو يكرهك، لا يتمنى لك الخير. فتأثيره جدا سيء على علاقتكم. أفضل شيء أن تقدر تسويه في هاي الوضع أن تحتفظ بذكائك العاطفي الاجتماعي. حدسك يا برج العقرب هو اللي راح يخبرك ما هو التصرف الصحيح، حدسك وليس مشاعرك. راح أسحب لك كارت واحد تبع المفاجأة في هاي الديناميكية اللي بينكم. من بين كل القراءات أنت القراءة اللي فيها الطرف الثالث هو الأسوأ لحد الآن يا برج العقرب، لأن هذا الشخص إمبراطور، الإمبراطور بما معنى أنه جدا ذكي ولديه مراحل استراتيجيات متعددة ومعقدة من أجل أن يحقق أهدافه، فهو لحد الآن الأسوأ، ولكن لا يوجد شيء لا يستطيع أن يتغلب عليه برج العقرب بذكاء العاطفي. أوكي، The Horse King، ملك الخيالة أو الحصان، أسيستنس، المساعدة، الكنترول، التحكم. أنا أخبرتك أن أنت راح، أو النصيحة لك في البداية أن أنت لا تسمح لهذه الكركبة، كركبة الشريك، تصل إليك، ولكن أرى أن فيها كارت 24، جمع الأربعة والاثنين ستة. كارت الستة هو كارت الانتصار بالنسبة لي، كارت الحصول على ما تريد، وأيضا لديك كارت ستة هنا، ست الخماسيات. في مرحلة ما النصيحة لك في البداية كانت أن لا تسمح لهالكركبة، كركبة الشريك، أن تدخل في حياتك، ولكن ستصل مرحلة هو فعلا يحتاج إلى مساعدتك. متى؟ ليست عندما يرسله إليك هذا الشخص، ولكن أشوف أن الرسالة لك هني، هؤلاء الأشخاص، الشريك والطرف الثالث، مهما كان هذا الشريك حاليا ليس ذكي عاطفيا، سيكتشف الطرف الثالث شنو قاعد يخسره، وقتها راح يكون بينهم مثل التصادم. إذا حدث التصادم يحين لك الوقت أن تركب على حصانك الأبيض وتنقذ الشريك، إذا كنت فعلا تريد أن تساعده في تلك المرحلة، ولكن تكسر الاستراتيجية، لا تقبله عندما يرجع مخذول، اقبله عندما يرجع مخذول وهو مكتشف حقيقة هذا الشخص، يكتشف تأثير هذا الشخص عليه في حياته. اختار توقيتك بعناية. شكرا عزيزي برج العقرب، أتمنى لك كل التوفيق.